يعني ايه طلعت؟ احنا مش هنعرف نربيها ولا ايه؟ البنت دي مراتك يا جابر، يعني لازم تقعد كده وتتكنف بيت جوزها، مش تبقى دايرالي على حل شعرها. بقولك يا جابر، انت تروح تجيب البنت كده هو وتجرجرها من شعرها وتجيبها هنا. يا لهوي، يعني ايه تبقى على ذمتك ومراتك وبقيتها في بيت غريب؟ لا وايه، بيت يا اخويا كله رجاله. يا نبويه، الشيخ زياد مش هيسيبها. شله يا شيخ. بقولك ايه، الشيخ ده اصلا تلاقيه عينه منها. يا ولية، اسمع اللي بقولك عليه. انت عايز الحارة تقول عليك ايه؟ ايه، مش عارف تربي مراتك؟ مش عارف تحكمها؟ انت ازاي تنام اصلا ولا يغمض لك عين وانت مراتك مش بايته في بيتك وبايته في بيت غريب؟ لا وايه، بيت فيه اتنين ديكوره كل واحد فيهم قد الحيطه. طب والعمل؟ ما هو الخناقه برضه، الخناقه مش هيجيب نتيجه نبويه. اسمع يا جابر، انت تبعت تجيب اللي يربيهم واللي يعرفهم مقامهم، والبنت دي تجيبها هنا جزمه تحت رجليك. انت لسه واقف؟ يلا اتحرك، اتنحرر شويه. الله، طيب بالراحه، اتنحرر اهو. ما هو رايش غير فتح الباب. حاضر حاضر يا اللي بتخبط. يا رب، مستعجل على ايه كده؟ مين؟ تميمه؟ ايه عملت ايه؟ والواد امير قام بالواجب؟ صدقي بالله يا خالتي، انا عمري ما حسيت بالامان الا لما شفت الاستاذ امير عندي قوه دلوقتي اقطع اسمه جابر هو ومراته دول باسناني. ايه يا تميمه بتعملي ايه؟ بقلع بقى عشان اساعدك واخش اغسل غسيل. لا لا لا، روحي انت نامي، انت تعبانه. هاتي بس سيبيني انا هخلص لك كل ده في نص ساعه. طب بس خلي بالك ما تلخبطيش الابيض مع الالوان. حاضر. صباح الخير. صباح النور. استاذ ايهاب موجود؟ حلو قوي على فكره. اتفضلي يا سلمى، تعالي. مش عايز اي تليفونات؟ ها، هو ده، هو ده بقى اللي انا قصدي عليه. ايه الجمال ده؟ عشان تعرف بس ان انا استحق اشتغل معاك. انا كنت متاكد انك هتبقي واجهه مشرفه للمكتب بتاعي. اقول لك على سر، انت خلاص بقيت السكرتيره الخاصه ليا. وانا مش مصدقه نفسي ومبسوطه جدا. وعشان طلعتي بقى جد قوي بقى كده، انا عازمك النهارده على العشاء. عشاء؟ لا يا، انا مش هقدر. هو ايه؟ لا لا لا، مش هقدر دي، ده عشاء عمل عشان اعرفك امور المكتب ايه، وتبقي السكرتيره ماليه مركزك كده. ماشي ماشي. نورت الدنيا كلها. ميرسي. هتشتغلي ايه هنا يا علي؟ تعرفي ايه عشان تيجي تقولي انك عايزه تشتغلي؟ انت مالكيش غير الحاره وشويه الحركات اللي بتضحكي بيها على النسوان في الحته. قومي روحي، قومي بدل ما تسمعي كلام يضايقك ولا يخليكي مش طايقه عيشتك اكتر ما انتي مش طايقاها. روحي يا بت. اتفضلي يا فندم عبد العزيز، بيه في انتظار حضرتك. صباح الخير حضرتك. ليلى. بونجور يا مدام. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره يا منى، ليلى دي اختراع. بالمناسبه انا بحب اشوفك دايما الصبح وبسال عليك كتير. مراد انا قعد سالت عليك العافيه. مراد بيه سالت علي العافيه، دي معناها حاجه كويسه؟ سالت عليك العافيه يعني العافيه والخير والصحه دقوا بابك وكانوا جارك. ده معنى حلو قوي. مش بقول لك يا منى، ليلى دي عليها كلام عالمي عالمي، انا عشان كده بحب اسمعها. طب اعملي لمراد فنجان قهوه ولا عايزاه يزعل مني؟ حالا. طيبه قوي البنت دي. سيبك منها بقى وخلينا في الشغل. عايزك تسافر الاسبوع ده ضروري، في حاجات كتير احنا محتاجينها. لا 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 منى، انا ماليش مزاج اسافر الايام دي خالص، وبعدين انا لسه راجع من باريس ما بقاليش يومين. أنا تعبت قوي وعايزة أريح شوية. والشغل؟ سافر أنت يا حبيبتي المرة دي. في حاجات أنت بتفهم فيها أكتر مني. يا ستي هاتي كل اللي أنت شايفاه كويس، أنا واثق من ذوقك. وبعدين هو أنت أول مرة تسافري عشان تجيبي شغل المحل؟
أنا بصراحة تعبت، تعبت وعايز أريح ونفسي أقعد على البسين وأمدد رجليا وأنسى كل حاجة حتى نفسي. قول كده بقى، عايز تخلص مني؟ يا حبيبتي أنت معايا في كل وقت، ولعلمك بقى سفريتك دي هتخليني أشتاق لك أكتر وأكتر وأكتر. ماشي، اتفضل حضرتك. ميرسي يا ليلى. الله الله يا ليلى، أنا بحبك، بحبك عشان أنتي أحسن واحدة بتعمل قهوة في مصر. على فكرة الست الشاطرة بتتعرف من قهوتها. قهوتها بس. لا، ما هو لو قهوتها مظبوطة كل حاجة فيها هتبقى مظبوطة. طيب أقوم أنا ألحق دكتور السنان. أوكي، وأنا هراجع الحسابات لحد ما ترجعي. تمام، باي مع السلامة. باي. شكل حضرتك عايز فنجان قهوة تاني، ولا أقول لحضرتك أنا هطلب لك أكل؟ ليلى، أنت مبسوطة معانا هنا؟ ده سؤال يا مراد بيه؟ طبعاً مبسوطة، أمال بقالي سنين بشتغل معاكوا ليه؟ ما أكيد مبسوطة. هو شكل حضرتك كده يعني متضايق من حاجة، تكونش زعلان من منى هانم؟ بس والله منى هانم طيبة قوي. بس أنا أصلي كنت أسمع إن المتجوزين بيبقوا دايماً كده في قروس بعض، على طول بيتخانقوا. بصراحة منى دي بقت مملة قوي. لا والله العظيم طيبة قوي. طب ما أنا طيب وإنتي كمان طيبة، ده معناه إن أنا أستحملها؟ خالص. النبي يا مراد، يعني كده شكلك كده بتلعب بديلك، لا مؤاخذة. بصراحة أنا نفسي. أنا أصلي ما أحبش النكد ولا الوش الكشر، وقلت لها 100 مرة، قلت لها 100 مرة أنا راجل بتاع مزاج، أحب الوش الحلو والكلمة الحلوة والبنت الحلوة الجميلة. طب والله العظيم منى هانم دي قمر، دي قمر. ده انا عمري في حياتي ما شفت ست في حلاوتها وفرقتها وجمالها وشياكتها. انا بقى شفت مين؟ انت. على فكره لو سالت عليا قولي لها اني روحت. ها؟